بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بك كابتن نصر، نورتنا. كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عربي، كابتن اسامه حسني. نور يا كابتن، منورين يا شباب. مباراه مهمه جدا ومثيره. هناك قرارات تحكيميه اتخذت من قبل الحكم الدولي امين عمر. ايضا كان عندنا احمد حسام طه المساعد الاول، كان عنده قرارات ايجابيه كتير جدا، وهشام الدسوقي كان المساعد الثاني كان موجود، ايضا كان ليه دور كبير جدا. الفار النهارده كابتن علاء يمكن اثنين من افضل الحكام على مستوى مصر في تقنيه الفار، محمود البنا وكابتن محمود ابو الرجال. هذا محمود البنا امبارح كان اول امبارح كان عنده مباراه كابتن اسامه مهمه جدا 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 في نهائي كاس العرب، عمل مباراه كبيره جدا مع طاقم التحكيم وكانت المباراه بشكل كويس. قبل ما اروح للحالات التحكيميه، انا عندي هكلم كابتن في التحكيم واداره المباراه. اداره المباراه ديت في حاجه اسمها محاضره كامله كابتن ايمن عن اداره المباراه، خلي بالك. يعني مش تحكيم بس يا كابتن اسامه، ولكن تحكيم واداره. ايوه. عندي حاله الاخرانيه هتكلم فيها باستفاضه، اللي هو توقيت نهايه المباراه. ودي مهمه جدا جدا، مش بنقول الكلام ده عشان حصل منها مخالفه وركله جزاء، ولكن بنقول الكلام ده مهم جدا لكل حكام مصر. ازاي تختار التوقيت يا كابتن اسامه اللي انا ما ضرش بيه فريق، خاصة لما أنا بحسب وقت ضايع كابتن أسامة، والوقت الضايع مفيش فيه حاجة ضاعت، وحصل بعد كده تشك على الفار، حاجات كتير جدا. خلينا للحالة دي هنتكلم فيها كابتن شريف، دي آخر حالة معانا، هنقول يعني إيه إدارة المباراة وعين توقيت نهاية المباراة. نروح للحالات كابتن أيمن معانا، حالات مهمة جدا جدا الحقيقة طبعا، وبذل الحكام جهد كبير جدا في اتخاذ القرارات. نشوف الحالة الأولى. هنا نشوف هنا، هرجع تاني في اللايف واحدة واحدة ونقول لحكامنا كلها، لما يكون أمين عمر شوية بعيد هنا أحمد حسام طه، هذه المخالفة الأخطاء التي لم يشاهدها الحكم كابتن، هنا طلب تدخل الحكم المساعد. نشوف هنا أمين عمر تاني، معلش دي حالة مهمة جدا، إزاي الحكم المساعد بيتعاون مع الحكم في اتخاذ القرار الأولى. هنا تعاون من أحمد حسام طه في مخالفة دفع، يمكن هنا ستوب. هرجع تاني للاصطدام، حالة مهمة تاني، ستوب. الدفع هنا يمكن ما حدش يشوفه كابتن علاء الا الحكم المساعد، وهنا دي جرأة من الحكم المساعد ان هو يدي مخالفة، الحكم اعتقد ان هو لم يشاهدها. وبالتالي هنا انا بقول التعاون المثمر ما بين الحكم المساعد احمد حسام طه وامين عمره في احتساب مخالفة، والمخالفة موجودة ضد لاعب النادي الاهلي. تمام. الحالة بعد كده هنا مخالفة تم ارتكابها لاعب نادي الجونة ضد قفش، هل هي ترتقي؟ لا، خلينا في السريع، في اللعبة السريعة، لأن هي مهمة جدا. أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، هنا الخطأ موجود يا كابتن أيمن، يا كابتن علاء، هنا المخالفة هنا موجودة. أعتقد إن هنا هو حسب المخالفة أمين عمر، لكن أنا شايف كان ممكن من إن هو يدي بطاقة صفراء للتهور. هنا الدخول هنا في السمنة من تحت، يعني أعتقد هنا فيها تهور وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله، لكن هو احتسب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه. هذه حاله، الحاله الثانيه. نشوف اللعبه اللي جايه دي، يعني لعبه مهمه جدا جدا جدا، ونشوف التسلل. نشوف التسلل، هل في تسلل ولا ما فيش تسلل؟ هشام دسوقي لحظه التمرير، ونشوف هنا تمركز رائع جدا من هشام دسوقي يا كابتن علاء، ولا انت مش معايا؟ بالظبط. اللاعب النادي الاهلي بجزء من الراس او بالجسم، هو انا سابق لحظه التمرير وموقف تسلل، وانا قرار بقول رائع لهشام، بحييك يا هشام على هذه اللعبه. هو عمل الديلي وبعد كده الكره لما الحارس صد رجع رفع الرايه، وتسلل صحيح لهشام الدسوقي. الحاله بعد كده امين عمر بيرجع بظهره عشان يوسع لنفسه، ثم هرجع تاني. شوف هنا كده ستوب، هرجع لا ستوب 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 ستوب. ازاي الحكم يتحرك في الملعب وازاي يبقى عنده توقع؟ هو هنا حس ان هو هيخش في مسار اللعبه كابتن علاء، نمشي بقى باللعبه. راح عمل ايه؟ رجع، وهنا تكنيك جري بالخلف، رجع بظهره ثم استمر في التقدم ومشي. هنا في مخالفه تمت ضد النادي الاهلي، عمل استمراريه لعب وافضليه، وبدون تردد لمحمد نجيب انذار
والانذار للتهور انذار صحيح، قراءه جيده لهذه الحاله. بحيي فيها امين عمر على اشهار بطاقه الصفا في بعد مادة الافضليه. تمام، نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. المخالفه موجوده هنا، معيار واحد يا كابتن هنا في المخالفه. كابتن ايمن، كابتن شريف هنا هو يمكن برضه ادى الفرصه وادى الافضليه ورجع ادى البطاقه لمحمد هاني، هي نفس الحاله ونفس الدخول بالتهور والانذار هنا انذار صحيح، سواء كان لمحمد نجيب لاعب الجونه او لمحمد هاني لاعب النادي الاهلي. نفس اللعبتين يا كابتن اسامه، واحد والمعيار واحد. حاله من الحالات مهمه ايضا، ونشوف هنا حاله من الحالات، يعني اعتقد حاله سهله واضحه. لم يتردد امين عمر في احتساب ركله الجزاء، وهنا رجع ادى الانذار محمد هاني في الحاله اللي احنا قلنا لما كان محمد هاني عمل مخالفه باهمال. شوف هنا المخالفه، الشحات هنا بيلم كورته ورايح، الاعاقه والايد والشد كل ما هو مخالف هنا ارتكبه لاعب نادي الجونه. ركله جزاء صحيحه مليون في الميه، لم يتردد امين عمر في الحقيقه طبعا نتيجه التمركز والتوقع والقراء الجيد. احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي صحيحه بنسبه 100%. تمام، نشوف الحاله اللي جايه ونشوف هنا كان هناك هدف وحكم المساعد اشار على نشوف الحاله. تمام، لحظه التمرين هنا كان لاعب في النادي الاهلي في موقف تسلل، وبعدين لما رجع هنا التسلل كان موجود، ونشوف هنا لحظه الفار لما بيجيب اللاعب من الاهلي في تسلل، وهنا قرار صحيح من احمد حسام طه باحتساب التسلل نتيجه اللي كان في موقف تسلل وتدخل في اللعب ولعب الكره، القرار كان قرار صحيح تسلل. زي الحالة المهمة جدا جدا جدا، ونشوف حالة شبيهة جدا 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 لهدف النادي الأهلي. هرجع لحظة الكرة واشوف هشام الدسوقي يا كابتن أسامة، زي مباراة طلاع الجيش صح؟ ستوب، ايوه زي كرة طلاع الجيش بالظبط. كابتن شريف، ايه رأيك في تمركز المساعد يا كابتن شريف؟ هاي لا انا متاخر يعني سنه، متاخر سنه طبعا، المفروض كده على انت عايزه يبقى في حزب بالظبط، عشان انا يعني عشان انا اخد قرار يا كابتن. الكره نط عملت بند وراح على ممتاز. ما هو ده، بص يا كابتن، احنا بنقول الحكم المتساعد اللي هو الحالات الغير متوقعه. يعني ايه غير متوقعه؟ ان انا اتوقع ان لعبه زي دي هتجيلي، يبقى انا اعمل ايه؟ احنا هنا بنشرح للحكام، مش بنجيب اخطاء تحكيميه. انا كحكم مساعد لازم اخد خطوتين اروح عن الخط. ايوه ليه؟ عشان اقدر احدد. كان ماسكهم على خط ال 18 كلهم عشان يعمل السبرنت ده، يرجع يلعب معانا بقى هنا. المفترض ان هو يعمل سبرنت ويعمل كونتر اتاك ويعمل كل حاجه كابتن، زيه زي اللاعب بالظبط. هنا هشام هنا هي خارجه بره كمان. ما هي هنا انا مش عارف هي خرجت ولا ما خرجتش. دي جون. بس هو اعتمد على حاجات كتير منها كمان. دي جون على فكره. منها كمان عارف ايه يا كابتن؟ اتفضل. ان زاويه الرؤيه بتاعته واضحه شويه، مفيش حد قدامه، مفيش عائق قدامه، فهو خدها بايه؟ بخبراته لو هو عنده خبرات. للتحكيم بنقول ايه؟ من فضلك هشام دسوقي، من فضلك مزبوط. عشان تقول انا معاك في دي صح، اوت او اون، لابد انك انت توصل للرايه الركنيه عشان صح. تحدد هو يعني اللي كان وصل للرايه الركنيه هو هنا اشار بايه؟ يا كابتن اللي كان وصل للرايه الركنيه كان اداها جون. لا ما انا بس ما انا عشان كده بقول ايه يا كابتن؟ عشان انا النهارده بدي مثال. ايوه عشان احدد الكره خارج او داخل لابد ان انا اكون عندي نمره صحيح. واحد التمركز الصحيح يا كابتن اسامه. حد يقول لي هنا ممكن نقول ان هي الكره عبرت خط المرمى ولا ما عبرتش؟ هي حاله شبيهه طيب. انا بس الهدف منها ايه؟ ان بقول للحكم سعد لابد انك انت تروح للرايه الركنيه عشان تقدر تحدد الكره كانت خارج او داخل المرمى. الحاله بعد كده هدف. شوف هنا حاله من الحالات مهمه جدا 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 جدا. هنا الحكم سعد امر باستمرار اللعب عشان يشوف قراره بعد كده هيحصل فيه ايه، وبعدين بنلاقي ان هنا في هدف النادي الاهلي، وبعدين بنلاقي الحكم مساعد احمد حسام اشار على التسلل. طبعا هو هنا طبعا هنا النقطه ايجابيه للحكم المساعد. ليه يا كابتن ايمن؟ قلنا ان المساعد هنا ما غلطش يا جماعه، اللي هنا احمد حسام ما غلطش، هو احتفظ بقراره وهو شايف ان كان في تسلل، وحاله صعبه جدا جدا كابتن ايمن. شك كبير قوي. شك. هاجي لحظه التمرير وهشوف، يا ريت نشوف لحظه التمرير. اعتقد من هنا مش هتبان، ولكن عندنا زاويه تانية يا كابتن هنا الحاله صعبه جدا. هو مشي احمد حسام وادى الافضليه وادى التمرير، وبعدين رجع عمل تسلل. هدف للنادي الاهلي، الفار بيرجع
ونشوف الفار كان قراره ايه في هذه الحاله المهمه جدا جدا الصعبه في الحقيقه طبعا على احمد حسام اللي عمل ماتش النهارده متميز. يلا خلينا نشوف الحاله. طب ستوب رجل الشمال بتاعت هنا الشمال لاعب الجون يا كابتن ايمن متقدمه شويه ده بتاع متقدمة. نور السيد متقدمه وحاله صعبه يعني جدا. حاله جايه من حركه جدا هدف طبعا ما كانش في تسلل والهدف صحيح. هدف صحيح ومش بلوم الحكم المساعد بالعكس هو خد القرار الصح والفار هنا عندنا الفار وعندنا اوبشن ان هو يرجع يدي القرار هنا التمرير الكره تسبق لاعب النادي الاهلي وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح لمحمد شريف حسب هدف ومفيش مشكله يا احمد خالص انك انت عملت الصح ستوب بقى هنا لو سمحت هنا هاجي انا عندي دقيقه كام يا كابتن اللي احنا قلنا عندنا حاله بنقول عليها المانجمنت ماتش عندنا اداره المباراه كابتن اسامه دقيقه كام 94 سنه ما يعني اعذر ان هو امين حسب خمس دقائق وقت كابتن شريف خمس دقائق وقت بطل طالع هنا في الدقيقه 94 40 باقي 20 سنه باقي 20 سنه ومخالفه لصالح نادي الجونه أيه. هو الطبيعي يا كابتن ان انا النهارده بعد ما تلعب المخالفه ده اللي بيقول اداره المباراه صح امين انا مش بغلطك ولا حاجه ولكن هنا اداره المباراه يا كابتن صح انت هنا ما جيتش على حق حد انا همشي معاك بقى حاجه مهمه جدا جدا 94 40 انا كحكم نصر عباس هستنى اللعبه تتلعب لان لسه عندي 20 ثانيه خلينا نروح للعبه وتتلعب نشوف هنا بنمشي بالوقت بيحط المخالفه ويشوف هنا في مخالفه والرجل مرفوعه مفيش مشكله خالص المخالفه صحيحه همشي معاك بالوقت من فضلك 94 56 مش بحسب بالدقيقه ولا حاجه ستوب 95 الوقت بدل الضايع انتهى وما كانش في وقت يا كابتن انا مش بحمل الحكم مسؤوليه احتساب ركله الجزاء ولكن بقول اداره المباراه مهمه جدا 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 انا عندي 95 كبيري قوي كحكم هستنى الهجمه دي لحد ما تنتهي يا كابتن نمر ونشوف هنا في زحمه كثيره جدا جدا واعتراض من لاعب الجونه على ان هناك لمسه يد والحكم هنا طبعا امر باستمرار اللعب مش بنحكي المباراه ولكن هي دي الحاله فعلا وبعدين هتطلع الكره رميه تمس ستوب 95 15 مظبوط هيحصل كالاتي هو هنا الوقت انتهى صح اي تعطيل يا كابتن شريف لتشيك على الفار او حارس المرمى ماليش علاقه بيه صح ماليش علاقه بيه حاله مهمه جدا ما كانش الوقت اللي وقف ده مظبوط ما كانش قبل 95 يا جماعه كده خلصت كده خلصت المباراه صح وحتى لو صفر والمباراه انتهت ورجع للفار واستدعاه زي ما حصلت في الدوري قبل كده بعد ما المباراه تنتهي ممكن يرجع يحسب يرجع ضربه الجزاء هو هنا لا هو هنا ايه هو هنا ايه هو هنا بيعمل تشك على الحاله اللي هي في لمسه يد على اكرم نشوف الحاله يلا خلينا نمر هنا الفار بيكلمه بيقول له هنا استنى دقيقه واحده في حاله هنا ربما يكون فيها مشكله وبعدين عندنا علي لطفي وقع بردك وقع ما ضيعش وقت لان ده كله كان بعد 95 يا كابتن اسامه او كان تقريبا كان ياسر في اخر كوره ده ايمن اشرف ايمن اشرف 95 هنا الحاله مفيش مشكله خالص الكوره دي مش اوفسايد يا كابتن نشوف لا 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 اللي تدخل في اللعب هنا كان موقوف سليم يا كابتن شريف في ظهر اكرم تعالى بقى نشوف هنا الحاله هل فيها ركله جزاء نمشي في ظهر اكرم نمشي محمود وحيد او ربيعه بيطلع الكره تصطدم فين يا كابتن ظهر اكرم في الظهر في الايد المضمومه يعني مفيش مخالفه لمسه الكره بالايد تمام مظبوط تمام نمشي بقى ونروح للدقيقه 95 هنا المباراه بقول خلاص يعني الكره راحت رمي التماس خلص. انا هنا بقى عندي امكانيه ايه اعمل ايه يا كابتن خلاص يا كابتن انت اديت دقيقه تقريبا بدون وجه حق امين صح هنا بنقول اداره المباراه كابتن اسامه يعني انا مش بقول لك انك انت لابد انك انت تستنى الهجمه عشان تتلعب لا احنا النهارده ادينا 95 ودقيقه كمان ما كانش ليها داعي ابدا انت عملتها لتشيك وكانت بعد الدقيقه 95 صح هنا كمان هقول عندي فرصه ان انا انهي المباراه توقف ستوب ستوب خلاص انا هنا بصفر صح تيت نهايه المباراه وانا هنا ما ظلمتش حد انا بقول الكلام ده يا كابتن انت احيانا الحكم بيدي 95 ما بيلعبهمش مظبوط وبيبقى احيانا في وسطيهم وقت بيضيع مظبوط ولكن انا مش بحمل الحكم مسؤوليه احتساب ركله الجزاء ولكن بقول هنا توقيت اداره المباراه وتوقيت نهايه المباراه كان يجب في الدقيقه 95 تقريبا ينهي المباراه نشوف الحاله دي مهمه عشان كل واحد ياخد حقه هنا طبعا هو قمر ما حسبش وبعدين راحت هجمه وبعد كده خرجت خارج ميدان اللعب وعملت شيك على الحاله
خالص. هنا نشوف هنا عمرو السوليه. هذه الحاله نشوف هنا القدم بتاعه لاعب النادي الاهلي كابتن نعيم. نشوف 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 هنا اللاعب، هنا لاعب النادي الاهلي لم ينجح في لعب الكوره تماما، ونشوف هنا نمشي خلاص ثاني لعبها قبله وخلاص نمشي. هنا هنا الرجل الشمال يا كابتن بتاعه لاعب نادي الجونه والرجل اليمنى لعمرو السوليه، هنا في مخالفه فعلا، مخالفه داخل منطقه الجزاء باهمال، وهو لم يقصد بس هنا في مخالفه باهمال، وهنا الخطا موجود والقرار كان قرار الفار بالعوده كان قرار صحيح. ولكن برجع تاني في نهايه الحلقه بتاعتنا كابتن ايمن بقول كابتن خلاص احنا كده دي كانت اخر حلقه معانا. امين انا بقول لك انت حكم كبير جدا، حكم كويس جدا جدا جدا، والنهارده اديت مباراه كويسه، بس في الاخر خالص انت يعني مش عايز اقول بوظت اللي انت عملته، ولكن كابتن لابد ان يكون عندك اداره ازاي تدير المباراه، ازاي انك انت تقدر في نهايه المباراه تدي نهايه المباراه والامور تكون ماشيه بشكل كويس. تاني بنقول بالتوفيق لتحكيم مصر، وعاوزين يا كابتن اسامه الفتره اللي جايه يعني فاضل برضك في ماتشات كاس مصر وفي وفي وفي، نتمنى يا جماعه ان الاخطاء اللي احنا بنقولها دي نتمنى ان كل حكم يروح يشوف اخطاء، ممكن اللجنه تبعت لك على واتس اخطائك وما يجب تطويرك من الاداء. لا انا كحكم بقى كابتن شريف وانا كنت بعمل كده، بروح اشوف بجيب المباراه بسجلها بشوف ايه المشكله اللي عندي، سواء كان في اداره المباراه في الاخطاء، لابد ان كل حكم لابد يا كابتن ايمن ان هو يشوف اخطاء عشان ما يكررهاش في المباراه القادمه. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي في القادم، وبالتوفيق لكل حكام مصر، وبالتوفيق لجنه الحكام. شكرا شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن. هنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل هنرجع على مستر موسيماني ونشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. ارجوكم انتظرونا.